في النادي الاهلي الحقيقه كان ليهم دور كبير جدا في توجيهاتهم ليا وفي تدعيمهم ليا. وبعدين بعد كده الكابتن عبد الصالح الوحش ابتدى يستلم الفرقه برضه الحقيقه كان ليه دور كبير معايا، واحنا الحقيقه اتعلمنا منهم حاجات كتير قوي قوي قوي، والسلوكيات والاخلاق قبل اللعب، التعامل مع الزمايل، التعامل مع الفرق المنافسه، التعامل مع الحكام، والحقيقه كل المبادئ والسلوكيات بتاعه النادي الاهلي دي متوارثه، بحيث ان احنا لما بطلنا ابتدينا نعلمها للجيل اللي احنا بنبقى مسؤولين عنه، وبالتالي الخبرات اللي احنا خدناها من اللعيبه القدام اللي كانوا مسؤولين عننا ابتدينا نديها للعيبه اللي احنا مسؤولين عنها. ابتديت العب بقى في النادي الاهلي في الدورات الصيفيه، لان كان الدوري واقف ايامها، التلفزيون كان بيعمل دورات صيفيه في اسكندريه، كان بيعمل في ماتشات صيفيه بتتعمل في استاد القاهره. ابتديت طبعا الحمد لله ابتديت العب في الماتشات دي كاساسي كجناح ايمن للنادي الاهلي، ومن خلال الماتشات دي بينتقوا منها المنتخب مصر، لان منتخب مصر كان ليه التزامات لازم يعملها، بطولات افريقيا، بغض النظر بقى ان احنا عندنا دوري وما عندناش دوري، لا في يعني مسؤوليات على منتخب مصر انه بيشترك في بطوله افريقيا والتصفيات بتاعه بطوله افريقيا، وبالتالي كانوا بينقوا المنتخب مصر من خلال الدورات الصيفيه والدورات اللي بيعملها التلفزيون في اسكندريه. النادي الاهلي في خلال الوقت دوت بما له من دور برضه مجتمعي ان هو بيدي الاحتكاكات القويه نظرا لما فيش احتكاكات محليه، كان بيجيب لنا ماتشات خارجيه من بره نلعبها، منها كان منشن جلاد باخ، وكان ليا الحقيقه كنت انا برغم ان انا كنت اصغر واحد من المجموعه، انما نظرا لان في مجموعه كتير بطلت نظرا لان الدوري كان واقف مده طويله جدا، وما كناش متوقعين ان الدوري يقف المده الطويله دي، فابتدت اللعيبه الكبار في السن يعني ابتدوا يبطلوا واحد ورا واحد، وبعدين طلعت المجموعه بتاعتنا بقى كلها، الكابتن انور سلامه، الكابتن هاني مصطفى، انا موجود معاهم، اللي لحقنا الكابتن حسن حمدي والكابتن مصطفى يونس والكابتن اكرامي ومهر همام والمجموعه اللي جم بعدينا، وسمونا احنا بقى فرقه التلامذه، واللي قدر يكمل معانا كان الكابتن شربيني، ربنا يديله الصحه ان شاء الله ويوفق. كان الكابتن شربيني هو اللي موجود اقدم واحد فينا يعني، سمونا بقى فرقه التلامذه.